انا دخلت على صفحتك، طبعا صفحتك ار اس، عشان بس انتي معقده الام، ما تعمليها رباب صلاح وخلاص. ماشي. ار اس رباب صلاح. هي ار اس اندرسكور رباب صلاح. انا لما دخلت شفت صفحتك، صفحتك كل التصاميم فيري نايس، كلها ماتيريال مصري، او يعني صعوبه احنا خلينا نعرض صور. طب هنعرض تمام، صور يا ريت. وتقولي لنا ايه اللي بيميز، يعني مثلا اشرحي لنا الصورة دي. دي انت اللي هي لابسه. ده انا اللي لابساه. دي سوت برضو برينتد، انا برضو اللي جايبه البرنت بتاعتها، والبنطلون هو البرينتد، وانا حطاهم على بعض، يعني جايبه اللون الساده في الجاكيت والبنطلون برينتد. بس رباب، انا ملاحظه ان انت شاطره في فكره الجاكيتات، يعني انا اللي بشوف يعني انا عشان النظاره هي مش الموضه معايا. كلها، يعني الناس كلها بقت عايزه الحاجات السهله، الحاجات السهله اللي هي تخرج بيها بسرعه، ما بالظبط. بقيناش بقى لسه هناخد وقت ونلبس. لا، كله دلوقتي عايز يجري بقى، نادي، تمرين. وانا ملاحظه ان انت عامله جامب سوتس حلوه، انا عاجباني، اصل انا من الناس العاشقين، انت عارفه، للجامب سوت. الجامب سوتس. فانا شايفه جامب سوت عندك اهو، على اسود وجراي. طب اشرحي لنا الصوره دي. لا، ده الكونفي، ده اللي هو عامله حاجه ميلتون برضو حلوه، يعني حاجه ميلتون حلوه برضو، زي تريننج كده بس لطيف، يعني في افكار لطيفه، في حاجه ووتر بروف، مدخله الميلتون مع الووتر بروف. طب الصورة اللي احنا شايفينها دي، انا عاجبني الجاكيت ده صوف. ده صوف ولا ووتر بروف؟ لا، ده صوف، بس في فكره ان هو يعني السوسته جديده، مش عارفه ايه، حاطه سوسته جديده، مش زراير، يعني عامله فكره بقى، احاول اغير في انت افكار. انت لابسه الجاكيت ده على بنطلون جلد، صح كده؟ على بنطلون جلد. طب انا هسالك سؤال، يا صعوبه انك تلاقي ماتيريال كديزاينر صغيره لسه بتبتدي، انت بقالك 3 سنين، وكل الديزاينرز، بما ان انا يعني عشان بعمل معارض وكده، بلاحظ دايما ان الشكوى الرئيسيه في الموضوع ده هي الماتيريال ويا مفيده، احنا مش عايزين نبقى شبه بعض. تعملي ايه؟ ببرم صح. ببرم والله، ودايما لا، يعني الحاجه اللي احس ان هي هتخليني شبه حد ببعد عنها خالص. بس ده صعب قوي قوي. انا في الوينتر كوليكشن ده انا عملت برنت، واتفاجئت ان في حد منزل شبهها، اوكي، وقفتها. طبعا بتبقى صدمه كبيره دي قوي، بعد ما خلاص عملت الديزاين وكده. طب انا هسالك سؤال، انت بقيتي عندك مصنع، يعني مش هقول مصنعك، الاتيليه بتاعك الصغير، ولا انت بتروحي تشغلي حاجتك عند اكتر من حد، مثلا في طنطا تصنيع يعني؟ لا، بصنع، انا بصنع هنا في القاهره. يعني انت بتسافري كل قد ايه بقى؟ لو بنجهز لكوليكشن تقريبا اسبوعيا. اسبوعيا تسافري راحه جايه. راحه جايه تشوفي من الكوليكشن، لان انا ولادي في مدارس في طنطا، ف لا مش هن بس ربنا يخلي ماما ايه زي ما ربنا يخلي مامات ربنا يخليها كل حاجه، بس انا كمان انا بحب كل حاجه بنفسي. طب انت بنفسك، طب انت سيطره يعني. يعني انا لازم ابقى متابعاهم يوميا، فمفيش. وده صعوبه بقى ان واحده تبقى ناجحه في شغلها، تعمل حاجه مختلفه، مش موظفه، ده حقيقي، وفي نفس الوقت ام عندها اولاد ولازم تاخد بالها منهم، لازم تعمل كل صعبة. حاجه يعني، لازم تاخد بالها من البيت والولاد، وتاخد بالها من الشغل، لازم نمشي في طريقين. وتفضلي مستمره في الشغلانه الصعبه اللي انت اخترتيها دي، لان المنافسه هي فعلا فيها صعبه، غير طبيعيه. المنافسه صعبه جدا، وهي شغلانه كمان صعبه، يعني علشان تجيبي ماتيريالز وحاجات وتعملي والعماله نفسها. لا لا، صعبه قوي قوي. انا عايز اقول لك على حاجه، برافو، انا لو اخويا محمد صلاح خليه هو الموديل. لا، عايزه اقول لحضرتك بقى، نيجي عند الموديل. انا بعمل كده مع اخويا محمد. انا لا، احنا نيجي عند الموديل وهو ما يعرفنيش. لا، مش هو، مش شرط. البسي انت حاجه، انت الموديل، وهو وتصور جنبه. ماشي. وهو يقول باي. ليه بجد؟ صح ولا غلط؟ صح، بس والله انا ما بحاولش اعمل كده، يعني انا كرباب، انا عايزه ابقى رباب لوحدي، مش حابه فكره ان انا معتمده على حد. بس صعبه، صعبه كمان انك انت طول الوقت بتشوفي، يعني مش عايزه العلاقه دي كمان بحد نجم ذا كينج. يعني ومش عايزه الموضوع كمان، انا عايزه الموضوع يطلع ان نتيجه مجهودي وتعبي انا، مش نتيجه يعني مش نتيجه ان عشان اخوكي فلان فانت طالع. لا، انا طيب. بتعب وبلف كتير لا بس بتسمعيها؟
بتسمعيها؟ انا بسمع حاجات كتير قوي مش دي بس. اكتر حاجه بترجعك واكتر حاجه بتبسطك كأنتي مش بنتكلم عموما. بتضايق جدا لما حد يقول لي انت مثلا ليه مش بتخلي اخوك يعمل لك، ليه انت مش ما تخليش اخوك يصرف عليك، انت اللي بتشتغلي. بالظبط، انت ليه بتنزلي وتلفي حاجه تخلف يعني تخلف عقل. انا يا جماعه انا بعمل، انا بعمل، هو عمل محمد صلاح صح. انا بقى عايزه اعمل رمضان صلاح. هو كاخويا هو مش مطالب خالص ان هو بيدعمني، واقف معايا وكل مش حاجه، بس عليك. مش مطالب بالظبط، هو مش بس هو مش مطالب خالص ان هو يتكفل بيا، لا صح. خالص صح لا صح. طب ايه اللي بيفرحك؟ طيب بفرح جدا لما بلاقي نتيجه مجهودي، لما بعمل، لما الاقي نفسي تعبت شويه شويه وبعدين بلاقي ربنا بقى مكافئني بحاجه حلوه. طب ايه انت ايه اللي شايفاه بيميزك فتحسي كده بالسعاده ان انت متكافئه؟ ان انا عندي اصرار، عندي اصرار، يعني بقع كتير على فكره كتير، ببقى داون جدا. ايه المره اللي وقعتي فيها في الثلاث سنين اللي فاتوا دول كديزاينر؟ لما اوقات مثلا احس ان انا، لا انا مش قادره، ما باخدش قد اللي بديه. بس انت عارفه بقع جدا. بس انت اول مشروع دايما ما بتاخديش زي اللي لا هو بيبقى بس التعب، لان انا التعب بالنسبه لي مضاعف، عشان انا باجي من محافظه تانية ومعايا اولادي ومدارس وكده، فكده كده تعبي مضاعف اصلا. فساعات بلاقي نفسي ايه ده، لا انا تعبت، ايه ده انا مش قادره، انا مش لاعب، مش عايزه العب. بالظبط، انا تعبت مش قادره، لا خلاص. بس فعلا بحس ربنا بيروح مطبطب بقى عليا وقتها كده بحاجه حلوه، فاقوم تاني خلاص. طب ايه الاكتر حاجه انت بتركزي عليها وشايفه انها موضه مثلا في الشتاء السنه دي؟ انا مشكلتي بقى كرباب ان انا مش ماشيه مع الموضه قوي. برافو عليك. انا ماشيه مع حاجه مختلفه. انت عامله لنفسك طيار لوحدك. بس انا ما بحبش موضوع الموضه ده، اصل الموضه ده يعني انا هتشتري البيس السنه دي، فالسنه الجايه مش هتشتريها. لا انا بحب جدا اعمل حاجه حشمه وحاجه مختلفه.